مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من اكسترا تايم. اصداء مباراه الاهلي مع الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا وفوز الوداد وبالتالي خساره الاهلي لهذه البطوله ما زالت مستمره حتى الان بعد مرور تقريبا يوم من مباراه فوز الفريق المغربي على الفريق المصري بهدف دون مقابل. هي ان في شقين من المهم جدا الحديث عنهما. الشق الاول شق فيما يخص الفنيات وفيما يخص الاهلي وفيما يخص رد الفعل ما بعد هذه الخساره، وتحديدا من جانب المدير الفني الكابتن حسام البدري وقائد الفريق الكابتن عماد متعب. كابتن حسام البدري بعنف شديد ما بعد المباراه لم يتقبل اي تصريحات او اي اسئله من جانب الصحفيين، وبطبيعه الحال كانت بعضها مستفزه، ولكن ده بياتي بعد دقائق مما قام به عماد متعب من الحركه الشهيره الخاصه بعلامه الصفر امام حكام هذه المباراه. بغض النظر عن اذا كانت هذه اللقطه صحيحة ومنطقية أو أنها تأتي بعد ظلم حقيقي تعرض له النادي الأهلي في هذه المباراة من عدمه، بمعنى أن إذا كان الأهلي بالفعل قد عانى من هذا الحكم مش فيما يخص الهدف، لأن الهدف هدف صحيح، ولكن فيما يخص كما يقول المتابعون أو المحللون بأنه عطل اللعب في أكثر من مرة أو غيرها، حتى إذا كان هذا حدث فقائد الأهلي والمدير الفني للأهلي أعتقد أن هذا التصرف لا ينتظر منهما، وإن المفروض أن دائما الحفاظ على ضبط النفس مهما تعرض أي فريق لاستفزازات. الجانب الآخر جانب جماهيري وهو أمر مهم جدا. السنة اللي فاتت لما الزمالك كان بيلعب سان داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا نفس البطولة، كان بطبيعة الحال مع زيادة السوشيال ميديا وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي في العادي على مدار السنين ما كانش بنلاقي الأهلي بيشجع الزمالك أو العكس، لكن مع مواقع التواصل الاجتماعي بقى الموضوع زايد، وبقى اللي يعرف يعمل فيديوهات واللي يعرف يعمل كوميكس واللي يعرف يعمل كوميديا او افيهات بتترمي على المنافس بقى يزيد. فكان السنه اللي فاتت كل الاهلاويه على مواقع التواصل الاجتماعي بيشجعوا الفريق الجنوب افريقي في مواجهه الزمالك. السنه دي استنى كل اللي بيحصل، كل الزملكاويه استنوا الموسم اللي بعده علشان يشوفوا الوداد وهو بيكسب الاهلي، فبرضه بنشوف نفس الافيهات ونفس الهزار ونفس المسانده لفريق غير مصري على حساب فريق مصري. انا مش هدعو حد ان هو يشجع حد، لان دي كلها حاجات شخصيه، ولكن اهم حاجه عدم المبالغه، وان التشجيع ده او عدم تشجيع الفريق المصري ما يزيدش لمرحله تؤدي الى خناقات ومشاكل جماهيريه توصل لحد الشارع، ما يبقاش الموضوع مجرد فيسبوك وتويتر، يوصل لحد الشارع فنتعرض لحاجات احنا في غنى عنها تماما. حصلت من 5 سنوات في 2012 ان في ناس ماتت وفي جمهور مات بسبب بمواضيع بدايتها كانت عن طريق الانترنت. فاهم حاجه لو هنهزر لو هنزودها شويه نبعد اهم حاجه عن ان الموضوع يؤدي الى ارتفاع في الضغط وفي العصبيه وفي النهايه الى امور لا تحمد عقبها. هتكلم النهارده عن مباراه الاهلي من الناحيه الفنيه وعن تبعات خساره الاهلي في دوري ابطال افريقيا، وكمان عن اللي ممكن يحصل الفتره اللي جايه بما ان الاهلي هيركز في الامور المحليه واكيد في الانتخابات.